اساس مهمل ما نعرفه موجود. نحن الآن متواجدون أمام دار الشيخ المقراني اللي هي اليوم راها المتحف. في ذاك الوقت كان هي دار الشيخ المقراني. هنا هذا المدخل من المداخل الرئيسية يؤدي إلى هذه الشرفة هنا. وفي هذاك الوقت في 85 86 على ما أعتقد كانت هناك بلاك هاي يسموها هذه دار البارود. دار البارود هي اليوم اللي مالاش عارفين يوم واش راهم دايرين فيها هنا. هذا الحقيقة هو هذا يسموه هذا اللي دعم الباب اللي يسموه البرنج. احنا نسموه البرنج. كان عنده لهنا عنده واحد الخروشي يسكروا به لهنا ويسكروا لهنا. هنا يحصن الباب واحد يعني واحد الحصانة اللي ما كانش مثلها هنا في هذاك الوقت. ما كانش الأمور هذه تاع إذا البرنج عنده هنا كروشي يسكر الباب ويدير البلنج هذا لهنا ومن يقدر يحل هذا الباب. هنا على ما اعتقد ان هذا هو مصدر الماء الرئيسي لهذه القلعه، قلعه الشيخ المقراني. الشيخ المقراني معروف بتاريخ ثورته، الثوره نتاعه في سنه 1871. هذا بير رئيسي ومصدر الماء وحده. وعلى ما اعتقد هنا هذا المكان هي دار الضيافه، دار الاستقبال. هي دار الاستقبال. هذا البير، هذا هو البير الرئيسي. هذا هو مصدر الماء الرئيسي في هذاك الوقت. هذه دار الاستقبال. هاي لهنا هذه دار الاستقبال بنيت في سنة 1873. يعني في 1871 والثورة نتاعو اللي كانت في 1971. هذه هنا هنا كان أيضا في هذا المكان بالذات هذا كما يسموه عندنا احنا المغسل ولا لافاب ولا هنا كان هنا يتم عملية تنظيف الأيدي أو عملية صبغ الوضوء اللي هنا في هذا المكان. وهنا تعتبر هذه هي على قمة أعلى قمة في برج المقراني، أعلى قمة في عند متحف المقراني، أعلى قمة هنا بالإضافة إلى هذيك، هذيك ثاني قمة كبيرة هنا هنا هنا. أعلى قمة هنا، أعلى قمة هنا. ديما ربما تكون هنا راها مخصصة لبعض العتاد تاع المتحف أو لا أدري. أو ربما قد تكون غرفة من غرف السجن. لعل تكون هكذا يعني بالتقريب هكذا ربما تكون هذه سجن لأن دار الضيافة لهنا ولعل لهنا تكون دار المحكمة لهنا. وهنا هنا معنا فيه الحرس، حرس العسكري هنا. وهذه النوافذ وين تطل هذه النوافذ على جميع الاماكن والبيئه المحيطه ببرج المقراني او سكن المقراني انذاك. هذه هي النوافذ وكانت تستعمل هنا البنادق، البنادق في ذاك الوقت بالاضافه الى ما هو مستعمل في ذلك الزمان او انذاك. الرمود هذاك هو نتاعهم نتاع ذاك الوقت. ها ها